الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي في مواجهة اليورو والجنيه الاسترليني. لقد بدأ أن يعود الهدوء بعض الشيء في الأسواق المالية بعد التقلبات التي حصلت نتيجة تخفيض أسعار العملات في الأسواق الناشئة. وكما تعلمون وكما شرحت لكم سابقا في ما كتبته، أن هذه الأسواق تتمتع بانعدام السيولة، وبناء عليه نتيجة انعدام السيولة أن التحركات والحركات السعرية نتيجة محاولة الخروج من المراكز المالية، سواء كان المتداول يمتلك هذه العملة أو باعها، أو بمعنى ما هو شورت، فبالتالي تكون التصفيات أن حركة الأسواق كما ترون على هذه الشورت هي تصفية أو ما يسمى long liquidation، وكما هو واضح أمامكم في الجنيه الاسترليني في المواجهة الأسترالي، وكما ترون مثلا في اليورو أوزي توداي الانخفاض، وكما حدث بالأمس كما ترون ما كما حدث بالأمس. كل هذا هو ما يسمى اللونج ليكويديشن أو تصفية المراكز اللونج أو المشترى. وكما يحدث في هذه الأسواق في الوضع اللي احنا فيه النهاردة، هو إن احنا بنتطلع دائما للتداول، يعني بنتطلع دائما إلى الأسواق التي هناك الكثير من الرابحين فيها. فإذا نظرتم إلى هذه الشارت في اليورو أوزي تجدون أن الترند صاعد بعنف، وأن الكثيرين قد اشتروا اليورو عند هذه المنطقة. وهنا يبدأون نتيجة التحركات في حالة من الخوف وفي حالة من المحافظة على رؤوس أموالهم والمحافظة على أرباحهم، فسيقومون بعمل عكس ما فعلوه، فقد اشتروا أولا ثم سيبدأون بالبيع ثانيا. ومن ثم فإننا نجد الشمعات الكبيرة الضخمة نتيجة هذه التصفيات. ومن خبرتنا من خلال 40 سنة الماضية في الأسواق، أن هذه التصفيات يتبعها دفعة أخرى، يعني هذه الدفعة الأولى وستليها دفعة أخرى. ونفس الوضع قد تروه فيما يتعلق بالباوند بوضوح في الباوند الأسترالي، وهذا الدفع الكبير وهذه التصفيات الكبيرة ناتجة لشيء واحد، إن المربح في الباوند أسترالي كان أكثر كثيرا من المربح في اليورو، وبالتالي فإن التصفية أكبر. ونفس الوضع إن احنا نبحث فيما هو العكس في العملات التي كانت في حالة انهيار بمثل الأوزي دولار. فكما ترون أن الأوزي دولار كان في حالة داون ترند، وبعد ما أصدر البنك المركزي الأسترالي في اليومين الماضيين قراره بعدم تخفيض سعر العملة، وكان هناك توقع شديد لتخفيض سعر العملة، ولكن ما نتج عن قرار البنك بعدم التخفيض وقيام مستر جلين ستيفنز وهو المحافظ بتاع البنك المركزي الأسترالي قوله إن الوضع الحالي سوف نعمل لدعم الاستقرار، وهذا مخالف تماما لما قاله في المرات السابقة وفي الأشهر السابقة، فإنه كان يدعم تخفيض سعر الدولار الأسترالي لاعتبارات أن نتيجة أن الدولار الأسترالي قوي، فمعنى كده أن أسعار المنتجات الأسترالية مرتفعة، وبالتالي فإنه يصعب على
المنتجات الأسترالية المنافسة في الأسواق العالمية. وأكبر دليل على هذا قيام شركة جنرال موتورز بإغلاق أو إعلان أنها سوف تغلق مصانعها في أستراليا. فالمهم، نتيجة هذا الاندفاع في الأسترالي هو نتيجة تغطية مراكز الشورت فيه كرد فعل لأقوال السيد جلين ستيفنز. ولكن السؤال هو، هل سوف يستمر هذا؟ ومن الطبيعي كما قلت لكم أن التصفيات، وهذه التصفيات ناتجة عن ما يسمى المارجن كولز أو الهوامش التي يتم استدعائها أو يتم المراكز التي يتم إغلاقها، ودائما هناك دفعة ثانية، فستكون هناك دفعة ثانية، هذا ما أتوقع، للوصول إلى النقطة المركزية الهامة التي هي 90.53 فيما يتعلق بالأسترالي دولار. وكما ترون في الانتراداي ابتدت الصعود، شايفين الصعود من الأمس، وهذا الصعود مستمر، ونحن الآن بجوار أعلى قمة في التداول بالأمس، وهذا يدل على قوة الاسترالي واستمراريته في الاتجاه العام. وبناء عليه سنشتري الاسترالي فوق ال 98 43. احنا الآن شورت، واخدين شورت الباوند استرالي من الصباح، وخدناه كما ترون من صباح هذا فتح التداول بتاع لندن، وخدناه اوريدي شورت، واحنا محافظين على المراكز شورت. ما سنفعله اليوم هو الاستمرار في التوقع لهذا ما نسميه سلوك الاسعار. وسلوك الاسعار معنى ان هذا الفزع يجب أن يستمر، لأن لم يحن الوقت الآن للخروج من هذه المراكز، أو لا يمكن أن يقف شخص أمام هذا الانهيار وأن يبدأ في الشراء. وبناء عليه فإحنا نتوقع استمرار انهيار الجنيه الاسترليني في مقابل الأسترالي إلى 180 181 91. لو نظرنا إلى الرادار اللي هو، هذا هو دلالتنا على ما حدث في السوق، وهذه هي تعتبر ما يسمى الدلتا أو الأرباح فيما يتعلق. فاليورو نيوزيلاند منهار 41 بيب، الجنيه الاسترليني نزل النهاردة في دورة لندن 115 بيب، وهو اوريدي تقريبا عند أدنى حد. وكما ترون الأستراليين فهو مرتفع وصاعد، والدولار والأسترالي دولار برضك في حالة صعود، كلاهما هذه دلالة القوة، فهذا قوته قريبة من قوة الأستراليين. فده هو الأسلوب. وإذا حاولنا أن نشتري، يعني سيكون النظام بيع أو شراء الأسترالي في مواجهة اليورو، في مواجهة الباوند، في مواجهة الدولار، وشراء الأسترالي أيضا في مواجهة الين الياباني. وسنبتعد عن محاولة شراء سواء الباوند الين أو اليوريان. إذا حاولنا نتداول مع الباوند الين، إذا كنت خدت الباوند أوزي شورت، فيجب أن تأخذ الباوند الين برضك في نفس الاتجاه شورت. ادي التحركات اللي احنا خدناها بالامس. كما سترون هذه الصفقات التي اخذت من امس، هذه طالما انها خضر صفقة رابحة، وخدنا صفقات رابحة تانية واشترينا في طوكيو، ومستمرين دلوقتي في هذا الموقف. واحنا اخر شورت خدناه هو ده، هذا الشورت الاولاني اللي خدناه الصبح وقفلنا، واحنا دلوقتي واخدين الشورت التاني وهو لسه ماشي متدهده قليلا، فده هو المركز المفتوح حاليا، ونتطلع ان يستمر النزول او يستمر الانهيار في
الجنيه في مقابل الأسترالي إلى 181، وعندها سنبحث موضوع أخذ الأرباح وإغلاق المراكز. فاليوم زي ما قلت لكم هنركز على إحنا شخصيا، نرشح لكم أو نقترح إذا كان هناك نية تداول، فمن الأفضل أن تكون لونج الأسترالي أي شورت اليورو أوزي واليورو باوند، ولونج الأوزي دولار، ولونج الأوزي ين، وممكن برضك عمل نفس الأسلوب فيما يتعلق بالنيوزيلندي، لأن النيوزيلندي يسير في نفس الاتجاه بتاع الأسترالي. وبالتوفيق.